جرت العادة في مصر ان الحكم المصري الجميل المحترم الكبير اللي بيدير مباراة في كأس العالم بيبقى موجود في منصب كبير في لجنة الحكام المصرية. فين بقى الكابتن جهاد جريشة من لجنة الحكام المصرية؟ بص يا كريم، انا هقول لك على واقع انا عشته. 2008 دخلت قائمة دولية، قعدت 2008 2009 2010 كل زمايل الحكام في القائمه الدوليه سافروا بطولات، انا لا، انا كنت عندي ماتشات وعامل ماتشات في الاتحاد الافريقي، كنت يعني دخلت القائمه الدوليه 31 سنه، قعدت 3 سنين بلعب ماتشات بس. واحد جاي من الاقاليم دخل قائمه دوليه فما فيش له ظهر اللي ممكن يزقه عشان قعدت 3 سنين كل زمايلي يسافروا يروح بطوله يعني ما ينجحش يختبر اللياقه ويرجع. 6 حكام اللي معايا، انا السابع، كنت رقم 7، كنت اصغر واحد فيهم، كلهم جربوا وانا صابر، عندي صبر على فكره غير طبيعي. 2011 جاء باشمهندس طارق بشماوي اللي بحييه ربنا يديله الصحه، مسك لجنه حكام الاتحاد الافريقي، كان كل حكام مصر جربوا، شافني في ماتش الاهلي والمصري او الزمالك والمصري في بورسعيد والاستاد كان فل، وعملت ماتش يومها من الماتشات الهايله يعني اللي في حياتي في تاريخي، والراجل شاف الماتش ده. تخيل ان كل مصر كلمته على 6 حكام ما عدا جهاد جريشه، هو اللي شافني بعينه، هو مش حكم بس شافني بعينه. فلما رحت المعسكر النخبه 2011 كان كل زمايلي جربوا، خلاص قعدت 3 سنين بتفرج ومنتظر، ما فيش مشكله، بس لما تيجي الفرصه بقى وانت جاهز ومجهز نفسك وبقالك 3 سنين من جواك زعلان لانك انت جاهز وعايز تروح تمثل مصر وزمايلك بيروحوا ما يوافقوش ان انت مؤهل لده، فانا وانا جاهز وزمايلي يعني. فروحت 2011 قال لي على فكره ما فيش حاجه ضد مصر، قال لي عليك انا شفتك في ماتش المصري والاهلي، قلت هو ده الزمالك، ماتش الزمالك والمصري قلت هو ده المصري والزمالك، قلت هو ده اللي هاخده من مصر. لما رحت قال لي انا خايف منك في اختبار اللياقه لان كل حكام مصر في الفتره الثلاث سنين اللي فاتوا بيسقطوا. فانا يومها كنت من افضل حكام حتى اعسم الافارقه في الاختبار اللياقه، كنت جاهز، انت بقالك ثلاث سنين مموت نفسك. فانا ما عنديش استعجال، يعني عايز اوصلك من القصه دي ان ما عنديش استعجال في حاجه. لما قعدت ثلاث سنين صابر وجات الفرصه 2011 قعدت 10 سنين رقم واحد في مصر وشغال في البطولات، الحمد لله ربنا كرمني ببطولات يعني حدث ولا حرج، وربنا كرمني فيها قوي يعني تمثل مصر فيها طبعا. فانا برضو صابر كل الصبر ان شاء الله لما تجي لي الفرصه في لجنه الحكام المصريه ايا كان الوقت، يعني مجهز نفسي ومجهز خطتي ومجهز شغلي ان شاء الله، زي ما نجحت في التحكيم وصبرت ثلاث سنين فانا صابر برضو منتظر فرصتي عشان برضو ننجح في اداره التحكيم المصري. زي المدربين كده، في مدرب يقول لك يا اما ابقى الرجل الاول يا بلاش، هل لو جات لك فرصه انك تشتغل مع بيريرا ترفض ولا توافق؟ بص، الفتره اللي فاتت ناس كتير اتكلمت ان جهاد جاي اللجنه، هو ما حصلش تواصل، الراجل ما كلمنيش، لكن هو لو حصل تواصل هقعد معاه. لو قال لي تعالى نقعد ونتكلم هقعد معاه واعرض خطتي عليه واعرض واحدد دوري معاه، انا في الاخر عايز اخدم التحكيم المصري. فلو ده حصل وقعدت معاه وتوافقنا ما عنديش مشكله. ما عندكش مشكله خالص، لان في الاخر التحكيم المصري خيره علينا، هو اللي عامل اسمي. صح. لكن لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي، اولا ما حصلش تواصل، ثانيا ما قعدتش معاه، ثالثا عندي خطتي اللي هشتغل عليها، مش هينفع اشتغل، هو عنده خطته اكيد. يعني انت مجهز خطه؟ ده من اول يوم خلاص تحكيم اصلا، يعني بص خطه واسماء اللي هشتغلوا معايا وهنعمل ايه. انا عاوز اقول لك حاجه كريم كمان ما حدش اتكلم فيها خالص. انت عندك مشكله طول الوقت في الـ في الـ في الفلوس الحكام. طب انت ليه ما تتكلمش خارج الصندوق؟ انت كلجنه، انا عندي التيشيرت بتاع الحكام ده لازم ابيعه. يعني كل الدوريات بتبيعه كاعلانات، وفلوس ده يخصص للحكام، تطوير معسكرات، مستحات حكام، انا هشيل على كاهل اتحاد الكوره وعن الدوله فلوس، الفلوس دي لما بتخرج. بس دي تفتكر ما حدش فكر فيها خالص؟ ما انا لغايه دلوقتي التيشيرت ما اتباعش. انت لو اعلنت بكره تيشيرت الحكام يتباع هتلاقي سبونسر واثنين وثلاثه. الاتحاد الايطالي التيشيرت الحكم بيجري تقيل قوي الاعلانات عليه من كتر. اقول لك حته، انا مش الراجل مش بتاع تسويق قوي مش بتاع اعلانات، بس هقول لك الحسبه بتحصل ازاي. اتفضل. انه ممكن يبقى في معلنين نفسهم مش عايزين ينزلوا على تيشيرتات الحكام، يقول لك ليه؟ يقول لك والله الكابتن جهاد ده كل ماتش بيتهاجم جمهور الاهلي مش عارف بيعمل فيه ايه، وجمهور الزمالك مش عامل بيه ايه، فانا كده ببوظ البراند بتاعي والمنتج بتاعي لو نزل على قميص الحكام. والحكام في مصر كده كده مش متهيئ لهم الظروف انه يبقى عندهم الايمج بتاعت الماركتنج بشكل كويس، فالممكن يكون السبونسرز مثلا. انا بقول لك لا، على فكره انت ما عرضتش اصلا. انا عشان لا، انا ليه بقول لك كده؟ عشان اظن انه اكيد في حد عرض. لا دي فكره سهله، دي فكره سهله. انا اقول لك على حاجه، مش انا فكرة انا اظن كرياتيفيتي كبيره. لو اتكلمت في اتجاه التحكيم المصري وحكام مصريين وتقضي على مشكله المستحقات دي للابد، واتحاد الكوره ما يشيلش اي حاجه. انا بقول لك حاجه خارج، انا ده على فكره من الفكر اللي عندي. انا بتكلم انا بتكلم على خطه لكل حاجه. ممتاز. فانا شفت وعرفت في اتحاد دولي واتحاد افريقي بيعملوا ازاي، فبالتالي هعمل خطتي. ده من ضمن الخطه. انت ليه ما بتبيعش تيشيرت الحكام؟ تلبس الحكام لبس نظيف،
يجي لك من سبونسر يلبس الحكام صح، يصرف على الحكام مستحقاتهم تاخدها اول هو دول. الحكم اللي بينزل ومش واخد مستحقاته دوت بيبقى تركيزه 100% في المباراه. طبعا انت بتطلبه باحسن اداء وهو ما خدش حقه. هو انا طبعا عايز انجح كحكم، بينزل الملعب عايز ينجح، بس طبعا مش مبسوط طبعا. زي اللعيبه بيخشوا مستحقاته مش مبسوط مش مرتاح صح. فانت عايز تريحه عشان تاخد منه احسن حاجه وتعرف تحاسبه صح. فانا بقول لك من ضمن الخطه انت بتتكلم على كل التفاصيل اللي موجوده على فكره. الحاجات دي كلها الخبير الاجنبي ما يعرفهاش، فلازم اللي معاه ينور له الطريق. لازم اللي معاه يقولوا له ازاي نشتغل عشان ننجح. لان انت بالمنظر ده ممكن تجيب خبير واثنين وثلاثه وعشره لا مش هينفع يشتغل لوحده، والنتيجه هتوصل لنفس النتيجه صح. مش هينجح، ما ينفعش يشتغل لوحده. فانت بتتكلم لازم طريق تنور له الطريق وتقول له تشتغل ازاي عشان انا عايز انت كواحد مصري موجود معاه عايز ينجح وهو كخبير عايز ينجح، فانت لازم تطلعه في السكه دي ولازم تقول له كل حاجه بصراحه صحيح، توضح له الامور صحيح. والحاجه الاساسيه في الشغل كمان وفي الخطه ان انت تعدل بين الحكام. على فكره العداله بين الحكام دي هتخلي الحكام ينزلوا الملعب يعدلوا بين الانديه، دي مش موجوده بقى لنا فتره كبيره بنتكلم في النقطه دي والحكام ما بيتكلموش فيها، لان انا كواحد موجود في المنظومه وراقب الحكام فيه قصور كبير جدا في العداله بين الحكام. انت قريب، ما زلت قريب من الحكام اللي في الحكام المصريين، كل الحكام بيتكلموا مع كل الناس اه. هل الحكام فعلا جت عليهم فتره كانوا عايزين يعملوا وقف احتجاجيه او اعتراض او مقاطعه للمباريات بسبب مستحقاتهم؟ لا مقاطعه ما نصحتش بيها، لكن وقفه كان عايزين مره، بس كان مقترح، كان مقترح. كان في يوم مؤتمر بريرا السابق الغاء ان في حكام يروحوا المؤتمر مع الصحفيين يقفوا يعملوا وقفه في اتحاد الكوره، فكان ده سابق الغاء المؤتمر. انا بقول لك حاجه في الكواليس اهو، سابق الغاء المؤتمر الاساسي ان كان حكام ناويين يوم المؤتمر ده يروحوا يقفوا في اتحاد الكوره عايزين حقنا. الاتحاد دلوقتي برضه الدنيا اتحركت، يعني برضه احنا كنا بنطالب المستحقات، طلعت 22 مليون بدات تتحول على ارصده الحكام او كل عام حسابات الحكام، وده شيء ايجابي جدا. هايل. فالحاجه هايل. الايجابيه نتكلم فيها. ممتاز. فمن 30 مليون المتاخرين طلع مستحقات القطاعات قسم ثالث، قسم رابع، قسم ثالث، قسم ثاني، جزء من القسم الثاني، بفاضل 8 مليون لجزء من القسم الثاني والدوري الممتاز. ممتاز. فان انت تيجي متاخر احسن ما تجيش خالص. ايوه ده في الاول زي الفل.